مرحبا وحلقة جديدة من مستر تيك ومعكم إيهاب سالم. شو الفرق بين الرينو 4 والرينو 4 برو بالكاميرات؟ عم نحكي الكاميرات العادي الـ 48 والـ 8 والـ 2، بينما عنا بالبرو بتفرق عنا الـ 13. بالرينو 4 البرو في عنا المستشعر الموجود تبعون الإيماءات، بينما بالرينو 4 هذا المستشعر مش موجود. زائد ما نقول انه بالبرو الوايد انجل عنا اياها 12، بينما بالعادي هي موجودة 8 بس. الشاحن بالبرو 65 ملي امبير، بينما بالعادي بالرينو 4 عنا اياه 30. هون عم نحكي عن البرو، اهم نقطة موجودة بالشاشة انه هون عم نحكي عن 90 هرتز. بالنسبة للشاشة سوبر اوليد انه هون عم نحكي عن 265 جي بي، بينما هون عم نحكي عن 128.